السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، فهذا هو الدرس 11 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وقد انتهى بنا المقام إلى نهاية كتاب كبائر القلب. سنشرع في أبواب كبائر اللسان. واللسان أيها الإخوة يأتي في مرتبة بعد القلب من أعضاء جسم الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد وحسنه الألباني: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وجاء عند أحمد كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. سيأتي بيان معنى هذا الحديث. فاللسان ملك الأعضاء الظاهرة، كما أن القلب ملك الأعضاء الباطنة، وعلة ذلك أن اللسان هو المعبر عما في القلب. فإذا كان القلب له تلك الأهمية التي ذكرناها فيما سلف في دروس كبائر أبواب كبائر القلب، فإن اللسان كذلك لا يقل خطورة عن هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن القلب ملك الأعضاء الباطنة، فاللسان أيضا هو المعبر عنه وهو ملك الأعضاء الظاهرة. ومن هنا نعلم عظم شأن اللسان الذي هو صغير جرمه ولكنه عظيم جرمه إن استخدم في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا الآيات والأحاديث الدالة على عظم شأن اللسان وعلى خطورته وعلى الكبائر التي يمكن أن يورد صاحبه فيها. قال المصنف: باب التحذير من شر اللسان. وقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار دون تكبر ولا تجبر. وإذا خاطبهم الجاهلون، أهل الجهل هم الذين لا يحملون العلم ولا يحملون الحلم، فالجهل هو ضد العلم وضد الحلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي يصدون عنهم أو يقولون قولا سالما من الأذى والشر. هذا وصف عباد الله المؤمنين. ولذلك جاء في وصف المؤمنين من أهل الكتاب أن الله جل وعلا قال عنهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالمؤمنون المتعلمون يصدون عن أهل الجهل ولا يخاطبونهم بمثل قولهم، وإنما يردون عليهم بقول سالم من الأذى والإثم. وهي الآية الثانية التي ذكرها المصنف في بابه، وقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في هذه الآية
بيان أن كل قول يقوله الإنسان مكتوب عليه، فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني تكتب عليه ويرى ذلك يوم القيامة، يراها أمامه يوم القيامة فيجازى عليها. ويقول الله سبحانه وتعالى: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فكل قول يقوله الإنسان مكتوب عليه، يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب أي مراقب لك في ليلك ونهارك، وعتيد أي حاضر حضورا لا يغيب فيه ولا يوكل بأمره غيره، وهما وصفان للملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان من خير وشر، وهما الحفظة الذين قال الله عنهم: إن الأبرار إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال المصنف: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجاه. فالكلام ثلاثة أقسام: خير وشر وكلام لا خير فيه ولا شر، أليس كذلك؟ فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليتكلم بالخير وليصمت عن الشر وعن الكلام المباح، لأن كثرة الكلام في المباحات تؤدي إلى الكلام بالمحرمات أو بالمكروهات أو بالمشتبهات أو بغير ذلك من صنوف الكلام التي ينبغي التحفظ عنها. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما مرفوعا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري فقط، رغم أن المصنف قال: ولهما. ويبدو أن هذا الكتاب كتبه المصنف رحمه الله تعالى ولم يبيضه، يعني كتبه كمسودة ولم يبيضه، وبالتالي فإنه يحصل فيه بعض الخطأ كهذا الخطأ الذي نسب فيه المصنف هذا الحديث إلى الصحيحين، رغم أن الذي أخرجه البخاري فقط. فمن يضمن ما بين لحييه أي اللسان وما بين رجليه أي الفرج عن الحرام يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وهذا دليل على خطورة اللسان. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. فأخوف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على سفيان وعلى من بعده كذلك اللسان، فإذا كف الإنسان عليه لسانه سلم بإذن الله تبارك وتعالى من غالب الشرور والآثام. وله وصححه أي وللترمذي وصححه عن معاذ رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمعنى أن أكثر ما يكب الناس في نار جهنم على وجوههم أو على مناخرهم ما تحصده ألسنتهم من الكلام، فهذا أكثر ما يكب الناس في نار جهنم والعياذ بالله. وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. قوله تكفر اللسان أي تذل وتخضع، والمعنى أن الأعضاء كلها تخضع للسان وتقول: اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا.
وخضوعها للسان خضوع من يرجو قبول الطلب منها، كما ذكر ذلك السندي في حاشيته على مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا يدل على خطورة اللسان وعلى أنه ملك الأعضاء الظاهرة كما تبين معنا سابقا. وبهذا يتبين معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم السالف الذكر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال المصنف: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أخرجاه. ما يتبين فيها أي ما يتثبت فيها، ما يتثبت فيها، يتكلم بها ثم يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، والعياذ بالله. وسيأتي معنا مثال لذلك. قال: وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنه مرفوعا. ما معنى مرفوعا؟ مرفوعا أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا قال المصنف موقوفا، يعني قاله الصحابي، من قول الصحابي. الحديث الموقوف هو الذي قاله الصحابي، والحديث المرفوع هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى أن يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وهذا يدل على خطورة اللسان وعلى أن كلمة قد تؤدي إلى رضا الله، وكلمة أخرى قد تؤدي إلى سخط الله إلى يوم يلقاه، والعياذ بالله. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. من ذا الذي يتألى أن يحلف، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفر للذي قيل عنه والله لا يغفر الله له، وأحبط عمل الذي حلف على الله ألا يغفر لفلان. وروي أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، والعياذ بالله. تأملوا كيف أن كلمة، ما كان دافع تلك الكلمة، ما كان دافع تلك الكلمة. تأملوا معي القصة الواردة في ذلك. قال الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث أخرجه أبو داود، قال: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، تنبهوا إلى هذا الأثر، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، يعني كف عن هذا الذنب. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: كنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا. وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. والحديث صححه الألباني كما في صحيح أبي داود. ما كان دافع ذلك المجتهد؟ بحسب ظاهر الحديث كان دافعه الغيرة على دين الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ لكن لا يكون هذا الدافع أبداً عذراً في أن تتفوه بكلمة تتألى فيها على الله تبارك وتعالى. هذا القائل قال كلمة كما قال أبو هريرة أوبقت دنياه وآخرته، فليحذر الإنسان من اللسان، فإن هذا اللسان عضو صغير جرمه، ولكنه عظيم جرمه إن استعمل في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى. الباب الثاني، قال المصنف: باب ما جاء في كثرة الكلام، وقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كما ذكرنا سابقا أن قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أن رقيب وعتيد وصفان للملكان، وهما الحفظة كما سماهما الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية. لماذا يكتبون؟ لماذا يكتبون؟ لماذا هذان الملكان يكتبان؟ حتى يكون ما يكتبانه عليك شهيدا يوم القيامة، فتأتي وتعرض عليك هذه الصحف التي كتب فيها الملكان.
ولذلك من جميل ما ينقل عن أحد السلف أنه قال: لو أن صحف الكلام، مداد الكلام، وأقلامهما اشتراهما العبد بماله، المداد الورق والأقلام ما يكتب به على الورق، قال: لو أن المداد والأقلام اشتراهما العبد بماله لأمسك لسانه عن أن يتكلم بما لا يعنيه. مش معنى هذا الأثر؟ معنى هذا الأثر أن الإنسان يتكلم بكلام كثير جدا في يومه وليلته. وهناك دراسة حديثة اطلعت عليها، قيل فيها والله أعلم عن صحتها، لكن قيل فيها أن الرجل يتكلم في اليوم والليلة 35,000 كلمة، 35,000 كلمة، والمرأة تتكلم في اليوم والليلة بما يقرب من 60,000 كلمة إلى 70,000 كلمة. طيب، قد تكون كلمة من هذه الكلمات توبق دنياك وآخرتك والعياذ بالله. وأنت لو اشتريت المداد والقلم بمالك حتى يكتب عليه الملكان، والله لبخلت أن تشتري هذه الصحف وتلك الأقلام بذلك المال الذي لديك. فإذا أمسك لسانك حتى لا تقع في كلمة توبق عليك دنياك وآخرتك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجاه. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ويدخل الآباء تبعا، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمهات لأن العقوق لهن يكثر ولأنهن ضعيفات، فيتجرأ الابن على عقوق الأم أكثر من عقوق الأب، ولعظم حق الأم فإن لها حقا أكثر من حق الأب. ولذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمهات. ووأد البنات أي قتلهن، إما من فقر وإما خشية الفقر، يعني إما أن يكون الإنسان فقيرا فيقتل البنت لأنه لا يجد ما ينفق به عليها، وإما أن يخشى بعد ذلك الفقر، لأن البنت كما كانوا يقولون السابقين للأسف الشديد، وهذا فيه سوء ظن بالله، أنها لا تركب الفرس ولا تجلب الغنائم ولا تحمي القبيلة وتجلب العار وإلى آخر ما يقولونه. ولذلك يقول الله عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يتخفى عنهم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أي على ذل، أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. ومنع وهات أي يمنع الحق الواجب عليه ويطلب الحق الذي ليس له. وكره لكم قيل وقال أي كثرة الكلام ونقله، وهذا الشاهد من هذا الحديث. وكثرة السؤال عما لا يعنيك سواء في العلم أو في المال، كل ذلك مذموم، وإضاعة المال في غير وجوهه. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. حسنه الترمذي. فأحاسن الناس أخلاقا في الكلام وفي غير الكلام، هم أقرب الناس مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأما أبعد الناس مجلسا عن نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. من هم هؤلاء؟ الثرثارون الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق، تجده ثرثارا في المجالس، يتكلم فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، ينقل كل كلام حق كان أم باطل. وأما المتشدقون فهم المتفيصحون المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس، والشدق جانب الفم، الشدق جانب الفم. فهؤلاء المتشدقون يميلون جانب الفم، إما تفصحا يعني تكلفا لطلب الفصاحة، وإما استهزاء بالناس أي تكبرا عليهم. وأما المتفيهقون فهم الذين يتكلمون بملء أفواههم، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع. فالمتفيهقون الذين يتكلمون بملء أفواههم تكبرا على غيرهم، ولذلك هذا الوصف ينطبق على من اتصف بالرعونة
والكبر. قال المصنف في الباب الثالث وهو الباب الأخير معنا في هذا الدرس: باب التشدق وتكلف الفصاحة، وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. من هؤلاء؟ المنافقون. تسمع لقولهم من فصاحة كلامهم، من فصاحة كلامهم. ولذلك جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان للسحر، رواه البخاري. وجاء أيضا عند البخاري: وإن من الشعر لحكمة. هل هذا الحديث ذم للكلام وذم للبيان وذم للشعر؟ لا، هذا إخبار أن من البيان لسحرا وأن من الشعر لحكمة، ولكن من استعمل هذا الكلام في أمر محمود كالدعوة إلى الله وكإظهار الحق وكالكلام الذي فيه إرضاء الآخرين والإصلاح فيما بين الناس فذلك محمود، وأما إن استخدمه في أمر غير مشروع فإن ذلك مذموم كاستخدام المنافقين له: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم. وكما المتفهقون والمتشدقون والثرثارون كل هؤلاء يدخلون في الكلام في أصناف الكلام المذموم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة. وهذا الحديث حسنه الترمذي. ما معنى يتخلل بلسانه؟ أي يلف الكلام، يلف الكلام بلسانه كما تلف البقرة الطعام بلسانها فتأخذه لتنبغه. البقرة لا تحش الطعام والحشيش بأسنانها وإنما تحشه بلسانها، فالذي يتخلل بالكلام ويلف الكلام يمنة ويسرة بفمه كما تتخلل البقرة بلسانها مذموم عند الله تبارك وتعالى ويبغضه الله جل وعلا، وذلك لما في ذلك من التكلف لجذب الناس إلى كلامه. وعن أبي هريرة مرفوعا: من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، رواه أبو داود. يعني من يتكلف تعلم هذه الأمور ليصرف وجوه الناس إليه فإن ذلك مذموم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وليحمد عن معاوية رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، والمعنى الذي يأخذ الكلام فيرتبه ويسجع به بتكلف زائد ليميل وجوه الناس إليه وأسماعهم فإن ذلك مذموم، ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم. واللعن يقع على صغائر الذنوب ولا كبائر الذنوب؟ يقع على كبائر الذنوب، على كبائر الذنوب، كما سبق معنا وأن ذكرنا أن الكبيرة ما نهي عنها على وجه التغليظ إما بلعن أو غضب أو حد دنيوي أو وعيد أخروي. هذه الأبواب الثلاثة كلها تدل على خطورة اللسان وعلى الحذر من كثرة الكلام والتشدق والتفصح وعلى الانتباه للسان دائما، ولا تتكلم إلا بما يعنيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في المقدمة من حديث أبي هريرة: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن الإنسان يسمع الخير والشر والحق والباطل والصدق والكذب، فإذا حدث بذلك كله سيحدث لزاما بالكذب والشر والباطل الذي سمعه. والشاعر يقول: عوذ لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فانظر لنفسك فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولذلك القادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.